للمزيد حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف العقيد خالد عبد العزيز الخياط، رئيس الاتحاد الرياضي للأمن العام. أهلا ومرحبا بك سيد العقيد. بداية، بطولة معالي وزير الداخلية للتنس هذا العام تتكئ على 8 تجارب سابقة، هناك أهمية لهذه الدورة هذا العام من حيث عدد المشاركين ومستويات اللاعبين، ما هي أبرز مميزات البطولة هذا العام؟ أول شيء مسيكم الله بالخير أخوي سعيد، وعساكم على القوة، ومشكورين على تغطياتكم لهذا الحدث المميز حقيقة، والذي يقام على السنة 9 على التوالي. لله الحمد، مثل ما أنتم عارف أخوي سعيد، إحنا اليوم في وزارة الداخلية مسألة الاتحاد الرياضي للأمن العام نظم هذه البطولة من حوالي 9 سنوات، وكان يرتقي بهذه البطولة خطوة بخطوة بنوع التوجيهات حقيقة سيئة اللي نلقاها من سيدي معالي وزير الداخلية ورئيس الأمن العام بالاهتمام بالجانب الرياضي، وأيضا رفت منتخباتنا المحلية مملكة البحرين باللاعبين المميزين من خلال هذه الدورات اللي احنا نقيمها والبطولات. اليوم أصبحت هذه البطولة مميزة بفضل التقنيات، بفضل التجهيزات الحديثة اللي تم وضعها بنادي ضباط الأمن العام، أيضا من خلال أصحاب الإنجازات الرياضية المميزة في هذه اللعبة، والذين هم تم تصنيفهم تصنيف دولي. اليوم تم اختيار هاي اللاعبين بعناية فائقة، بحيث أن يكون هناك خليط من اللاعبين أصحاب يعني الرانكينج على المستوى الدولي، بالإضافة إلى هناك مميزين من اللاعبين العرب والخليجيين، ايضا بعضهم هناك يعني يحمل تصنيف الدولي في هذه اللعبه. تم تقسيمهم لله الحمد اليوم بدينا في الساعه 1 مساء، تقسيمهم الى 4 مجموعات، كل مجموعه 4 لاعبين يلعبون بنظام نصف دوري، كل لاعب يلتقي مع الثاني، ومن ثم يعني يكون يوم الاثنين والثلاثاء ايضا تكمله هذه التصفيات، وصولا الى السيمي فاينل يوم الثلاثاء العصر راح يكون الساعه 4 مساء. والختام ان شاء الله راح يكون يوم الاربعاء رعايه كريم من قبل سيدي معالي وزير الداخليه، وبحضور نخبه من محبي هذه اللعبه في مملكتنا الغاليه، وايضا يعني الجمهور المحلي المحب لهذه اللعبه وجمهور وزاره الداخليه. عقيد خالد، المتابعين للبطوله السابقه العام الماضي لاحظوا ان هناك ارتفاع في المستوى الفني للاعبين المشاركين. مع هذه المميزات هذا العام، هل يمكننا أن نقول أن البطولة التاسعة هذا العام ستؤثر على المستوى الفني للاعبين البحرين بشكل أكبر؟ أو حقيقة يعني أنت عارف اليوم الاحتكاك مع مثل هذه اللاعبين يعطي لاعبين المحليين طبعا يعني القوة أنهم يحتكون مع لاعبين في هذا المستوى، وهذا راح ينعكس إن شاء الله على أدائهم الفني ومهاراتهم اللي نحن راح نحاول نرتقي فيها، خصوصا ان يعني معظم منتخب البحرين في هذه اللعبه راح يشارك في هذه البطوله. واعتقد انهم راح يستفيدون من هذه الخبرات اللي موجوده، خصوصا اليوم اللاعبين يمثلون 12 دوله في مختلف في هذه البطوله من مختلف دول العالم، سواء من الدول الاوروبيه او الاسيويه او غيرها او العربيه. هناك مستويات عاليه، اليوم عندنا احنا في التصنيف تقريبا 300 وشوي و400 و500، وعندنا على المستوى الاي تي اف 171 وغيره، ففي مستويات راح تكون قويه. شكرا جزيلا لك، وامنياتنا لهذه البطوله بالتوفيق. العقيد خالد الخياط، رئيس الاتحاد الرياضي للامن العام، شكرا جزيلا لك.